السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالكم اصدقائي؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نعالجوا واحد الموضوع اللي هو عويص بزاف وكيتشكوا منه بزاف ديال الناس، هي عدم ظهور القناه ديالك في محركات البحث. المشاهدات عندك ضعيفه، المشتركين ضعاف، الفيديو ديالك ما تتجاوز 50 مشاهده 100 مشاهده. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نحلوا هذه المشكله هذه اللي هي انشاء القناه بالطريقه الصحيحه وضبط الاعدادات. هي ضبط الاعدادات هي اللي كتحسن من القناه ديالك في محركات البحث، وهي اللي كتخلي يكونوا عندك نتائج مع الوقت ان شاء الله بحول الله. فلكم سي اول مره كتشاهد الفيديوهات ديالي، فرحنا كنديروا ديما مواضيع على يوتيوب وشنو هما الطرق اللي كدير تنجح على هذه المنصه. فما تنساش تبارك على الزر ديال اللايك وتخلي ديك السبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك ان شاء الله بحول الله الجديد ديالنا وكل ما يتعلق باليوتيوب وبالتصوير والمونتاج وصناعه المحتوى بصفه عامه. باش ما نطولش عليكم في هذه المقدمه هذه، يلا بنا نبداو الشرح. فاول حاجه كتقوم بها صديقي العزيز صديقتي العزيزه هي انك كتدخلي التطبيق ديال يوتيوب. من بعد من كنمشيو للتطبيق ديال يوتيوب كنضغطو هنا. بحال دابا اول مره الا كنتي اول مره ديجا ما عندكش جيميل في الهاتف ديالك، فغادي يمكن لك تنشئ جيميل هو الاول. باش ننشئ جيميل هو الاول كنضغطو هنا، كنجيو علامه الزائد كنضغطو هنا، فهنا غادي نقومو بانشاء حساب جيميل للقناه. فهنا تيقولوا لنا كريي ان كونت بوغ موا، اسم الاول والنسب، هنا نهار 45 مثلا. حنا غادي نديرو داكشي عشوائي هكذا هوم. مثلا غادي نختار الاختيار الاول كنديرو سويفو. هنا كيقول كيطلبوا مني الرقم السري، مثلا كندير هكا هنا تعطيوني رقم الهاتف سويفون سويفون جاكسبت. والان كيكون الحساب جيميل ديالنا تم انشاؤه، والان غادي نقومو بانشاء القناه. تيطلع لنا الحساب هنا نشوفو هو هذا. كنجيو لفوتر شين، هنا كيطلبوا مني باش نديرو الصوره. مثلا انا غادي نختار الصوره الشخصيه اللي غادي تكون في القناه، مثلا غادي نختار اي صوره، مثلا ندير هذه الصوره هذه هكذا ومثال. هنا كيطلبوا مني اسم القناه، هنا خاصك تختار اسم قناه يكون فريد من نوعه، ما تختاروش اسماء القنوات اللي يكون ديجا الناس دايرينها. بحال دابا كاين اللي كيدير كاين دروس معلوميات، سيبقى بنادم كيبقى الانسان كيدير عمر للمعلوميات مثلا، حميد للمعلوميات، لا غلط. مثلا عاوتاني في النساء مطبخ فلانه مطبخ فلانه مطبخ فلانه، لا غلط. بحال دابا كاين اللي كتلقى بحال دابا اسماء بيوتي، كتولي كتلقى هناء بيوتي ماجده بيوتي، لا غلط. خاصك تختار اسم يكون فريد من نوعه وما يكونش كيدور في يوتيوب، باش غادي تميز القناه ديالك ان شاء الله بحول الله، وغادي يكون عندها واحد المكانه في يوتيوب. فلذلك الاسم مهم مهم جدا، فنختاروا شي اسم ما يكونش داير كاع في يوتيوب، باش تعرفوا بان ديك الاسم ما دايرش في يوتيوب غادي تقلبوا عليه في السيرش. ومن الاحسن الانسان كيدير الاسم الاسم والنسب ديالو، ولكن الا بغيتي دير شي اسم من الاختيار ديالك دير شي اسم ما كاينش. مثلا انا نختار عمر طارق النجاح مثلا، وندير كريي ان شين. وهنا الان كنكونوا قمنا بانشاء القناه ديالنا. غادي ندوزو للاعدادات المهمين. دابا الاعدادات المهمين راه مهمين بزاف، تبع معايا الفيديو باش تعرف كل شيء. غادي نمشيو للمتصفح جوجل كروم،
غادي نكتبوا youtube.com. هنا كندوزو كنردو متصفح سطح المكتب فيرسيو بوغ اورديناتور. ضروري تردو متصفح سطح المكتب. وثاني حاجه غادي تقوموا بها هو استوديو يوتيوب خاصكم تمسحوه. وشوف انا راه وقيله مسحته من عندي صافي باش يتفتح لنا استوديو من المتصفح. غادي نضغطوا على الايقونه اللي فيها الصوره ديالنا، غادي تنبثق لنا هاد الصفحه هكا ونديروا يوتيوب ستوديو. كتنبثق لنا الصفحه ديال استوديو يوتيوب هكذا، كنديروا كونتيني، كنديروا فيرمي، كنجيو للبارامتر اللي هنا على الجهه اليسرى وتنضغطوا عليها، كنجيو للشين. هنا كنختاروا الدوله اللي حنا عايشين فيها، كنتي في الجزائر ديال الجزائر، كنتي في السعوديه ديال السعوديه، كنتي في مصر ديال مصر، كنتي في المغرب ديال المغرب. هنا لي موكلي الكلمات الدلاليه. اول كلمه دلاليه اللي خاصك دير هنا هي اسم القناه، مثلا انا ديال عمر طريق النجاح. مثلا التخصص ديالي انا في الشروحات، يوتيوب والربح من الانترنت، شروحات يوتيوب الربح من اليوتيوب الربح من الانترنت، وهكذا مثال. مثلا انت التخصص ديالك الطبخ او لي فلوغ أو أو, او 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 جميع المجالات، غادي دير الكلمات الدلاليه اللي غيكونوا كيبحثوا عليها الناس، الطبخ، تعليم الطبخ، اكلات خفيفه، اكلات شهيه، اكله مغربيه، اكله شعبيه. مثلا الناس كيقلبوا على هاد الكلمات هادو، تضيفهم هنا ولا تضيفيهم هنايا باش يساعدوا على تحسين القناه ديالك في محركات البحث، وتطلع ان شاء الله بحول الله هي الاولى. بالنسبه هنا كنجيو للبارامتر افونسي، هنا نمبر ابوني. بحال دابا يمكن لك تخلي المشتركين ديالك تيبانوا، ولكن من الاحسن ما تبينهمش في الاول، كنضغطوا على هذه هكا باش ما يبقاوش يبانوا. كنجيو للثالثه، هنا هي الاولى اللي كاينه اكتيف، خاصنا ناكتيفيو الثانيه. نجيو لهنا ونديرو فاليدي فوتر نيميرو تليفون باش يمكن لك تقضي في الصوره المصغره وكتكون لاشين ديالك فيريفي. ها هي فيريفي فون. كنديرو هنا الرقم والدوله، مثلا انا في المغرب نديرو ماروك. نديرو رقم الهاتف، ونديرو اوبتينير لو كود. هنا غادي يصيفطو لنا واحد الكود كيتكون من 6 ديال الارقام، ها هو وصلنا. غادي نضغطو عليه بحال هكا، عندنا 193581، 193581. انفوي هكذا كيكون فاليدي. فيليسيتاسيون فوتر نيميرو دو تيليفون اي فاليدي. دابا تمت العمليه بنجاح. كنرجعوا للقناه ديالنا، كنجيو للمتصفح، نمشيو ليوتيوب ستوديو ونشوفو واش الكلمات الدلالية تصوف كاردا عندنا تمايا. نجيو شين هنا متصوف كاردا واش الكلمات الدلالية، المهم ماشي مشكل. غادي نديرو هنا مثلا عاوتاني نفعلو هاد الميزة، هادي الثالثة خصنا نفعلوها حتى هي ضروري. اسيدي الفونكسيون
هنا كيقولوا لنا واش نفاليديو فيديو، يمكن لك تصور فيديو باش هذه هي اللي كتوثق القناه ديالك انها ديالك. حنا كنديروا الاختيار الثالث سويفون اوكي. الان كنرجعوا باش نديروا البلد ديالنا، لان ما تسجلوش المعلومات اللي درنا في الاول حيت دزنا ديريكت الفيريفي لاشين. نختاروا ماروك ونديروا الاسم الاول للقناه ديالنا. ضروري ديروا الاسم ديالكم هنا باش يبقى ظهر القناه ديالكم هي الاولى في الترتيب. مثال طبخة، راني قلت لكم شنو ديروا في الطبخ. بالنسبه للناس اللي كيديروا ريفيو للتليفونات كدير ريفيو تليفون ومراجعه الهواتف. بالنسبه عاوتاني للناس الفلوغ، فلوغ سفريات جوله في المدن كذلك ومثال. كتقلب على الكلمات الدلاليه اللي انت في الدومين ولا في النيتش ديالك. كنجيو لهنا وكنخبيو المشتركين باش ما يبانوش. هكذا نديرو انغوجيستري وهنا كتم العمليه بنجاح. كنجيو لتحقيق الربح. فاش كنجيو لتحقيق الربح هنا كنلقاو باننا يلاه بادين. ضروري خاصك توصل 1000 مشترك و 4000 ساعه عاد باش كتولي في شركاء يوتيوب اخر 12 شهر. في اخر 12 شهر راه ماشي يعني الا دازت عام وما فعلتوش القناه ديالكم راه صافي ما غاديش تستافدوا. لا لا، واخا كمل. بالنسبه للناس اللي واخا ضربت ساعه ومازال ما فعلت القنوات ديالها بلا ما تمشي تصاوب قناه واحده اخرى، لا كمل في القناه ديالك. حيت هما كيفاش الطريقه الخدمه ما كيبقاوش يتحسبوا لك غير السوايع اللي كنتي جمعتيهم. بحال دابا العام اللي داز، بحال دابا حنا صوبنا القناه ديالنا في شهر 3 2022. فاش يجي شهر 3 2023 يبقى يتنقصوا لنا السوايع ديال ديك الايام. هكا مثلا شهر 3 ودخل شهر 4 يتنقصوا لنا هي السوايع ديال شهر 3، ما يتنقصوش ديال العام كامل. لا، كل هذا كل شهر كيزيد وهما تيتنقصوا. فلذلك خاصك توصل ان شاء الله بحول الله 6 شهور تكون مكمل الشروط ديالك، او 8 شهور الا خدمتي على القناه ديالك مزيان ولحتي الفيديوهات يوميا راه كتحقق الشروط ان شاء الله بحول الله. وكذلك المشتركين راه ماشي زعما شي حاجه اللي صعيبه، راه خاصك تخدم على محتوى يكون زوين ورائع. وهكذا كنكونوا صوبنا الشروط كاملين ديال القناه. ما علينا الا نبداو ننزلوا الفيديوهات ديالنا، ولكن انتبهوا راه في التنزيل ديال الفيديوهات راه خاصكم تنزلوا الفيديو بالطريقه الصحيحه. فلا ما كنتيش كتعرف كدير تنزل الفيديو ديالك، فراه عندي في القناه كيفاش الطريقه تنزل الفيديو ديالك بالطريقه الصحيحه باش يتصدر نتائج البحث ويكون عندك زياده في المشاهدات. وكل ما زادوا المشاهدات غيتزادوا عندك المشتركين. والى هنا تنتهي حلقتنا اخواني. لا تنسوا الضغط على الزر ديال اللايك، ونشوفوا ان شاء الله بحول الله في الحلقه القادمه. حياكم الله.